الفيديو ده عن شخصية صعبة جدا ومركبة وعليها جدل فظيع، وما ينفعش نتكلم عنها بشيء من السطحية او ناخد منظور واحد عنها. ليه بقى؟ لانه الجدل ما بين جبهتين، جبهة بتقول ان هو مجرم حرب وسفاح وارهابي وبيكرهوه كره عامة ولما سيرته تتجاب بيتكهربوا، والجبهة التانية بيقولوا ان هو القائد العسكري والبطل ودماغه دي متكلفة اخر حاجة. مين الشخصية دي؟ شخصية ادولف هتلر. وعلشان شخصية هتلر معقدة جدا لازم نفهم تكوينها من صغره كان عامل ازاي. مينفعش ندخل على لما كان مستشار في ألمانيا او لما كان قائد الحزب النازي فجأة كده. احنا اخترنا ان احنا نرجع خالص من ايام ما هو طفل علشان نشوف التراكمات، وبرضه نرد على الاشاعات الفظيعة اصل ابوه كان يهودي وكان بيضربه فهو طلع كاره اليهود. لا، امه هي اللي كانت يهودية وكانت بتضربه ضرب مبرح فعشان كده كره اليهود. لا لا، حب فتاة يهودية فاحرقت قلبه فاحرق لها شعبا كاملا. يا راجل، من اكتر الاشاعات اللي سمعتها انه هتلر كان بيحمل الجنسية الالمانية. مجرد اشاعة، هتلر ما كانش بيحمل الجنسية الالمانية. فتعالوا بقى نمشي كده خطوة خطوة ونرد على موضوع الاشاعات بتاعت هتلر. تعالوا نحكي الحكاية. اتولد ادولف هتلر يوم 20 ابريل 1889 ومات يوم 30 ابريل 1945 عن عمر يناهز 56 سنة. اتولد في النمسا في مدينة اسمها برونو ام ان لأب وأم نمساويين، فده بيخلي هتلر نمساوي الجنسية. ابوه مفتش جمارك قد الدنيا اسمه ألويس هتلر، وامه اسمها كلارا بوتسل، هي الزوجة الثالثة لألويس. امه كلارا كانت امرأة جميلة ومتعلمة ومثقفة جدا، لكن كان في فرق سن كبير قوي ما بينها وما بين جوزها ألويس. ألويس كان اب صارم شديد استبدادي ومتوحش. نيجي بقى لإشاعة انه هتلر يهودي او عنده اي عرق يهودي في سلالته. في اشاعة كانت بالنسبة لجدة هتلر من ناحية ابوه انه في نسب غير شرعي يهودي، ولكن هتلر طبعا نفاه وقال ما عندوش اي نسب او عرق يهودي من الاب والام. واليهود نفسهم عملوا ابحاث واستدلالات وطلعوا قالوا لابننا ولا نعرفه، يعني هتلر ملوش اي علاقه في العرق بتاعه باليهود. اما عن علاقته بامه، هتلر بيوصف العلاقه دي بحب العباده، كان بيحبها حب فظيع وبيعشقها عشق. بسبب انه عنده اربع اخوات ماتوا هم اطفال، واللي اتبقى منهم هو هتلر واخته بولا، فبالتالي كانت بتخاف على هتلر خوف فظيع، وهو كان بيفتكر لها لحظات حمايته من ابوه وهو بيضربه، وطول الوقت كان بيبقى نايم محمي في ظهرها وهما نايمين على السرير. اما عن ابوه، احنا اتكلمنا ان هو شرس جدا وطبعه صعب قوي، وكان في خناقه فظيعه عندهم في البيت انه الاب طول الوقت عايز هتلر يطلع موظف ماله هدومه، وهتلر عايز يطلع مصور، مش مصور فوتوغرافيا، مصور رسام بيرسم بالوان الزيت والميه. هتلر بقى يخاف من ابوه يعني بسبب طباعه الفظيع دي وضربه المبرح يعني ويجيب ورا؟ ابدا، كان بيعند عليه وبيتصدر له وهيمشي اللي في دماغه، وبيروح المدرسة يجيب له درجات وحشة عشان يخرج ويروح مدرسة فنية، وما بيهموش حاجة خالص. فمن هنا نستشف انه درجات هتلر في المدرسة ما كانتش حلوة، وهتلر ما كانش متفوق في المدرسة. كمان هتلر في وصفه كطفل بقى ملناش دعوة بزعيم ولا رجل عسكري ولا سياسي، لا خالص، احنا في مرحلة الطفولة دلوقتي. اخواته كانوا بيوصفوه، طبعا هو عنده اخوات من امهات اللي هي الزوجات الاولى لألويس، كانوا بيوصفوه ان هو طفل قاسي وعنيد جدا وعصبي قوي. حتى برضو الاصدقاء العيلة والجيران كانوا بيوصفوا هتلر ان هو طفل يعني بشع ومزاجه متقلب طول الوقت. الموضوع ده اختلف شوية لما دخل الجيش، برضو زمايله كانوا بيكلموا عليه ان هو تركيبته صعبة كده وما بيهزرش وبتاع، بس هو كان محبوب على تركيبته الغريبة دي. بس نرجع تاني ان هو طفل، تقريبا بقى معاملة ابوه المتوحشة قوي يمكن هو ورث جيناته ما نعرفش، بس هو كان طفل عصبي وقاسي جدا زي ما ذكر في المصادر. وبرضو اللي ساعد في انه تركيبة هتلر ما تبقاش سواء قوي يعني او معقدة شويتين، انه وهو عنده 11 سنة مات اخوه اسمه ادمند. فهنا بيحكى ان هتلر بدأ يكون انسان انطوائي، مش بيشارك في المجتمع، مش اجتماعي خالص، قافل على نفسه، قليل الكلام، زاهد في الدنيا كده، فاصبح طفل معقد اكتر واكتر. ابوه توفى سنة 1903 وكان بيشير له في كتابه ماين كامف بعزيزنا الراحل. جت وفاة الاب وهتلر عنده 14 سنة، وذكرنا ان هما كانوا بيتنقلوا من مدينة الى اخرى بسبب عمل والده.
بعد كده رجع لمدينة لينز مرة أخرى واستمر في المدرسة سنتين. ذكرنا أنه هتلر ما كانش شاطر أصلاً ودرجاته كانت وحشة قوي وكان بيعاند في المدرسين يعني وما فيش منه أمل، فقرر أنه يسيب المدرسة بعدها بسنتين وهو عنده 16 سنة. بعد وفاة أبوه هتلر بدأ مستواه الاجتماعي يقل شوية، بدأ يبقى في مصروف من الحكومة، مصروف أيتام ونص مصروف علشان الأم لسه موجودة وبتعول وهكذا، والميراث البسيط اللي الأب سابه اتصرف على مرض الأم، عيت جالها مرض سرطان الثدي، فما كانش الميراث كتير فكله راح على علاج الأم. اتجه هتلر لفيينا علشان يقدم في أكاديمية الفنون، للأسف اترفض. ونيجي برضو عند إشاعة شهيرة جدا انه هتلر كان فاشل وما بيعرفش يرسم. الحقيقة مننا اللي يشوف رسومات هتلر هيلاقيها لطيفة جدا وما يصدقش اصلا ان هتلر رسمها، لكن كان سبب الرفض على حسب كلام هتلر في كتابه ماين كامف انه بسبب القسم اللي مختاره كان غلط. هو كان عايز تصوير اللي هو رسم البورتريات بالزيت والمية، وعميد الكلية مقتنع انه هتلر لازم يدخل قسم الهندسة. نقول لمين ونحكي لمين؟ كان ابوه اقنعه، الراجل مش راضي يقتنع وبرده هدخل قسم تصوير، شوفوا حل. فالعميد قال له يا بابا يلا امشي من هنا، يا تخش قسم هندسه يا ما تجيش هنا تاني. في الفتره دي تموت ام هتلر بسبب سرطان الثدي، وهنا الحياه بتتقفل في وشه، خلاص ظهره اتقطم وبتسود وبيعيش من غير امل، حبه الاول والاخير خلاص راح. لكن في امل واحد، لان احنا بنتكلم عن شخصيه عنيده وملهاش حل، اللي هي ايه؟ اكاديميه الفنون. هو قاعد على قلبه مش رايح في اي حته، خبط عليهم تاني وقال لهم سلام عليكم انا جاي هنا اقدم مره تانية، انتوا رفضتوني بس انا جاي اقدم. العميد بقى اتعصب عليه جدا وقال له يا ابني امشي من هنا، يا تقدم في قسم هندسه يا ما تجيش هنا تاني، وراح خبط له كلمه في وشه لن تكون رساما في يوم من الايام، وقد كان صدق فيما قال. ونجيته للحق، انا بقى هفتري على الراجل ده واقول لكم ان ده سبب الحرب العالميه الثانيه. يعني لو كان اخذ هتلر واستهدى بالله كده وشاف موهبته وظبطه في القسم، ولا سمع كلام هتلر وبطلوا عند على بعض، يعني ما كانش هيحصل الحرب العالميه الثانيه والهم اللي احنا فيه ده. المهم هتلر مشي مكسور القلب، امه ميته، واترفض في الكليه. نشير لحاجه مهمه جدا في الفتره دي، ان هو بقى فقير رسمي، فبيضطر ان هو يعيش في ملاجئ تبع الحكومه او في الشارع، وكمان بقى بيبتدي يشتغل شغلانات زي نقاش، بيشيل امتعه سفر للمسافرين، او بيزيح التلج، شغلانات كده، واحيانا كان بيرسم كروت بوسطه، وبالمناسبه كان من ضمن الزباين بتوعه زباين يهود، وهو ذكر الموضوع ده في كتابه كفاحي. بس الاحداث بقى تبتدي تسخن، هتلر في فيينا وبيبتدي يتامل المشاهد والواقع عامل ازاي، وبيحتك بالشارع اكتر، وبتبتدي افكار تتظبط في دماغه ومعتقدات تتشكل في الوقت ده. فهتلر هنا اتعرض لذل وفقر واهانه فظيعه جدا. دي تفصيله هنقولها دلوقتي بس، يعني كتبت عليها مقالات اكاديميه كتيره جدا عن تاسيس هتلر ك دكتاتور او زعيم، ولكنه في الاصل فنان. هتلر كان بيعمل حاجه غريبه قوي وهو عايش في فيينا، كان مهتم بقراءه الكتب وان هو يشتري تذاكر للمسرح والاوبرا رغم فقره. برضه في كتاب كفاحي بيحكي ان هو ممكن يجيب تذكره اوبرا او مسرح او كتاب ويجع له يومين، وهو فاهم كده، بس كان عنده وعي قوي جدا بانه ده بيستثمر فيه يعني بعقله. فرغم الفقر الشديد ومش لاقي ياكل وبيشتغل باليومية وشغلانات غريبة ومش موهبته مش بيستغلها طول الوقت، ولكن الثقافة والوعي العام كان مهم جدا بالنسبة لهتلر. المقالات الأكاديمية اللي ذكرناها دي بقى بتتكلم عن تكوين هتلر كزعيم، ان هو كان عنده ثقافة ووعي، كان دكتاتور، لكن الخلفية الفنية اللي كانت عند هتلر خليته يتميز عن اي زعيم اخر. تاني حاجة اثرت في هتلر ان هو بدأ يجول في الشوارع ويسمع هنا وهنا، فبدأ يكون ايديولوجيات وافكار هتأثر بعد كده في سياسته في الحزب النازي. ازاي بقى؟ قابل عمدة فيينا اسمه كارل لوجر، ده كان عمدة من 1897 ل 1910. كارل كان عنده حزب اشتراكي بخلفية مسيحية، كان افكاره او الايديولوجيات بتاعته بتقوم على كراهية اليهود والماركسيين. الحاجتين دول هيبقوا اساسي معانا بعد كده هتلر هيمشي عليهم في الحزب النازي، فلازم ناخد بالنا من البذرة الاولانية عند هتلر اتكونت ازاي. الاحداث هتسخن اكتر واكتر. في 1913 هتلر بينتقل من فيينا لميونخ، لسه هيستقر كده ويقعد، راحوا قابضين عليه وبعتوه تاني للنمسا في مدينة اسمها سالسبرغ علشان يتطوع في الجيش النمساوي. هتلر بقى موته وسمه انه ده يحصل،
كان مخنوق خنقة فظيعة وعمال يدعي في سره ويقول يا رب، وقد كان طلع غير لائق صحيا وأخد إعفاء الحمد لله. سؤال يجي على بال أي حد بيقرأ القصة دي، هو إزاي يعني هتلر هياخد إعفاء من الجيش النمساوي وهو بعد كده كان في الجيش الألماني؟ غريبة قوي دي. نيجي بقى للقصة بتاعت ان هو نمساوي ولا الماني ولا ايه. نحكي من الاول، فاكرين لما اتكلمنا عن توحيد المانيا على يد بازمارك وبروسيا سنة 1871؟ هنا بقى مربط الفرس. في حاجة اسمها بان جيرمانيزم، اي رابطة الشعوب الجرمانية. ما هذا؟ نقول الحكاية. طبعا العرق الالماني ده كان موجود على الخريطة يعني وعلى ارض الواقع، ما توجدش ساعتها يعني وقت التوحيد، لكن كان في كذا فلسفة لتوحيد المانيا وقتها. فلسفة الاولى اللي هي كوز دويتشلاند، المانيا الكبرى او العظمى، دي كانت بتوحد الشعوب كلها بما فيها العرق اللي في النمسا. وكان في فلسفة تانية اسمها كلاين دويتشلاند، دي توحيد بس العرق في الولايات الشمالية فقط ونسيب اللي في النمسا. فهتلر واهله من الالمان اللي يعني اتزنقوا تحت في النمسا، ما فيش حد سأل عليهم. هتلر رغم ان هو معاه الجنسية النمساوية لكن عرقه الماني مع الناس اللي هناك، انا مش تبع دول، وهو طول الوقت حاسس بكده. هو عاش واتولد في النمسا وابوه وامه نمساويين وبيحمل الجنسية النمساوية، ولكن ولاؤه عرقه متشدد جدا وبيجد انه مختلف. يعني بيذكر في الكتاب بتاعه كفاحي انه النمساوي ده حد عادي يعني، لكن لو الماني يا خبر ابيض. الالماني ده عبقري يعني، ما فيش فنان، رجل عسكري، اي قائد في اي حاجه، مهندس، اي حد بيحمل العرق الالماني غير لما يبقى جهبذ وحد فز في مجاله وما ينفعش ابدا تخسره. فبين قوي فكره ولائه لالمانيا والعرق الالماني والناس اللي انا تبعهم، انا مش تبعكم في النمسا. فطبعا ساعه موضوع الجيش اللي في النمسا ده كان بيقول يا فكيك، اول ما دخل رجع تاني بقى ميونخ وقعد في المانيا، وفي 1914 اعلنوا الحرب، كان هو واقف وسط الجموع كده ومتحمس قوي انه ايوه حنثور وحنفهمهم بقى مين العرق الالماني ده، وراح تطوع في الجيش. وكان قلقان جدا ان هم يرفضوه لانه اجنبي، ولكن قبلوه وحققوا احلامه كلها. نيجي عند اشاعه غريبه برضو بتقول انه هتلر كان جندي جبان وخايب ويعني حالته حاله. في كتاب هتلاقوه في المصادر، هو سلسله شخصيات تاريخيه يعني، فالجزء ده اسمه هتلر. الكاتب نفسه من الناس اللي شايفه هتلر مجرم حرب ويعني حد ما يعلم بيه ربنا، لكن جه في الحته دي وقال لك لا، عند هنا بقى ونقف. هتلر كان محارب قوي جدا وبيحارب ببساله وشجاعه وبيفدي روحه، وبيحكي كمان موقف انه في يعني في ضربه كانت جايه للقائد بتاعه، هتلر من غير ما يفكر راح نط وعلشان يحمي القائد ده وياخد هو ضربة مكانه. وفي بقى مصادر تانية يعني شهادات لزمايله انه لا، نيجي هنا بقى ونتكلم انه هتلر فعلا كان جندي قوي جدا وفدائي قوي. ده غير الاوسمة اللي هو حصل عليها، يعني حصل على الايرون كروس وسام الصليب الحديدي درجة تانية، وبعدين بعد كده بقى في 1918 حصل على ايرون كروس درجة اولى، غير البريف بادج. الحاجات دي يعني مش هيحصل عليها واحد متكاسل او خايب او جبان، يعني مفيش حد يصدق الكلام ده. بيقولوا برضو ان هو ما ترقاش ازاي وهو في فترة قليلة جدا اترقى واخد كوربرل اي عريف. وهتلر اتصاب كتير جدا في الحرب، يعني مرة يتصاب في بشظية في فخده، ومرة تانية يوم 28 سبتمبر 1918 بيحكي جندي بريطاني اسمه هنري تندي ان هو لقى جندي الماني قدامه في الفرونت لاين، خط الدفاع بتاعه، وكان الجندي ده مصاب ومستسلم ما رفعش عليه سلاح، فلسه هنري هيرفع عليه السلاح ويموته. وبعدين لقى يعني حالته صعبة جدا فقرر ان هو يعفو عنه، فبدأ الجندي ده يشكره ويحييه يعني ان هو ما قتلوش، وبيبتدي يعني ينصرف ويمشي عنه. اللي حكى القصة دي هو أدولف هتلر، لان الجندي اللي كان مصاب وكان على وشك انه هنري يقتله ويتخلص منه ويخلصه من حياته خالص هو أدولف هتلر. حكاها بعد كده بقى بعد ما تولى الزعامة الألمانية. آخر إصابة تقريبا في الحرب كانت في 14 أكتوبر 1918، الحلفاء هجموا بضربات غاز، فهتلر أخذ له ضربة كانت قريبة جدا منه فجاله عمى مؤقت، دخل المستشفى عالجوه، أخذ وقته في العلاج يعني، بس برضو ما كانش نظره يعني قوي قوي لدرجة إن هو ما كانش بيعرف يقرأ جريدة قريبة جدا منه. الإصابة دي في أكتوبر 1918،
هتلر شبه كفيف قاعد في المستشفى بيتعالج. هنبتدي بقى هنا نرتب التواريخ علشان نفهم الخريطة في الأحداث اللي احنا داخلين عليها. فاكرين في سلسلة الحرب العالمية الأولى لما اتكلمنا على القائد لودندورف لما أطلق على يوم 10 أغسطس باليوم الأسود علشان الخسارة الفادحة اللي الجيش الألماني كان بيتعرض لها؟ هو فعلا هو والقائد هيدنبرغ كانوا عارفين ان هما بيتعرضوا لضرب وخسائر فادحة، ولكن كانوا مؤمنين انه ترتيبهم على أرض المعركة كويس جدا، ويعني مع شوية تحفيز كده وتشجيع كانوا عمالين يزقوا الجنود ان هما يكملوا وما يتخزلوش، ودنيا كانت مستتبة خصوصا على الأراضي البلجيكية والفرنسية. فحتى لو كانوا عايزين يخرجوا من الحرب كانوا هيوصلوا لحلول وسطى عن طريق وقف الحرب مش الاستسلام واعلان الهزيمة. مش عايزين نطول عليكم، هنقف هنا وهنكمل بقية الحكاية الاسبوع اللي جاي. شوفكم الفيديو الجاي. تحياتي.